السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بون بلون شانيل. بون بلون ديال اليوم من عند كيتيا. بارطاجيت معكم بزاف الفيديوهات ديال كيتيا الهميزات. دابا مشيت نشوف اشنو باقي من هاد الهميزات، اشنو عندهم اللي باقي زوين. وبالنسبة للأسئلة ديالكم اللي كنتو سولتوني على البيروات، على الارانجمون، على البيوت نعاس، طوابل اللي صالة مونجي، كلهم صورتهم لكم. ونبداو بهاد لا صالا مونجي اللي غزاله، ديري لها 3295، عندها 4600. كاينه هادي ب 2600 درهم. اللي زوين فيها هو انها كتزيد تجبد، يعني الا عندك الناس بزاف كتزيدي تجبديها وكيولي عندك اسباس كثر. يعني بالنسبه اللي باغين صالا مونجي تكون عمليه، من الاحسن ياخذوا هادي اللي مجموعه، واللي الا كانوا الناس كثر، يعني بحال مثلا هي كيكون فيها 4 حتى 6 الكراسه، الا كانوا عندك الناس غادي تزيدي تجبديها، غتولي عندك الحجم كثر. بحال مثلا هذا الشكل هذا داير لي 2895 درهم. الاثمنه راكم عارفين، كيتيا او لا ايكيا كلهم عندهم نفس الحاجه، هو ان ملي كيتبدل الموديل، ملي كيتبدل غير اللون كيتبدل الثمن. يعني بعض المرات كتكون البيج بثمن والكحله ولا البيضه بثمن اخر، يعني ديما هاد لي ديتاي ردوا ليهم البال عافاكم. هاد الطابله هذه بكراسها ب 6700 درهم، وهادي زوينه اللي عنده اسباس صغير وباغي صالا مونجي. هادي دايره 2490 عوض 5000 درهم. هادي اللي زوين فيها هو انها كتجي مجموعه والكراسه كيجيو داخلين كما كتشوفوا فحال هكا، يعني كراساها داخلين فيها ما كيجيوش شادين الاسباس بزاف. واللي عنده اسباس صغير كاع من الاحسن ياخذ هادي الزاج باش كتزيد تعطي المساحه اكبر، كيبان لك البلاصه مضويه اكثر، ماشي بحال اللي خديته طابلة في لون مغموق. يعني ديما اللي عنده اسباس صغير خذوا طابلات اللي ديال الجاج اولا اللي اللون ديالهم ابيض باش كيفتحوا لكم ويعطيكم واحد الاضاءه زوينه للبلاصه ديالكم. واهم حاجه قبل ما نكمل هذا الفيديو هو ما تنساوش تدعمونا باشتراك وبلايك وتبارطاجيو الفيديو مع حبابكم وصحابكم، باش هكا حتى حنا كنشجعوا وكنتموتيفاو باش اننا نديروا فيديوهات زوينين. الهدف الوحيد اللي عندنا من هذا الشيء هو اننا كنبغيو نبارطاجيو معكم كما لقاو الهميزات حنا كيعجبونا، كنبغيو نبارطاجيوهم معكم لا اكثر ولا اقل، هذا هو الهدف الوحيد. داكشي علاش كنقول لكم دعمونا باشتراك وبلايك ولي كومونتير ديالكم يكونوا فيهم تعليقات اولا ملاحظات، مرحبا بهم. هاد طابل باص هادي دايره 1795، بالنسبه لطابل باص راه باقي موجودين. انا مشيت هنايا كيتيا جيون ديال بوسكوره باش نشوف، حيت تما جا لاجونسمون ديالها كبير، يعني كيبانوا لي زارتيكل اوضح، وكان من هكا تكون عندكم حتى نتوما فكره. بالنسبه لي زارتيكل اللي كتشوفوهم اون ليكيداسيون هادو راه كيكونوا على حساب كل كيتيا، مي اللي تشوفوا فيهم بروموسيون فحال هاد الصفره، هاد البلاكه اللي كتكون فيها صفره مكتوبه فيها برومو، عرفوا ان اي كيتيا مشيتو ليها غادي تلقاو فيها نفس الموبل بنفس الثمن. مي اللي كيكون فيهم ليكيداسيون على حساب كل كيتايا، كاينين اللي كيتايا اللي كينقصوا في على حساب ستوك اللي عندهم، وكاين اللي ستوك ديالهم سالا. وعلى ذكر ستوك، واحد القضيه خصني نشير ليها هو انه لي بروموسيون غيساليو في 31 غشت، ولكن هذا ما كيعنيش ان لي بروموسيون اولا لي زارتيكل غادي يبقاو حتى 31 غشت. راه تقدو تمشيو دابا، يعني حنا باقيين في جويي وما غاديش تلقاو، علاش؟ حيت على حساب كل كيتايا والستوك اللي عندهم. داكشي علاش من الاحسن شوفوا كيتايات بزاف، راكم عارفين غير في كازا راه كاينين بزاف ديال لي كيتايا، في الرباط كذلك كاينين جوج ولا ثلاثه ديال لي كيتايا، يعني حاولوا تشوفوا ودوزوا كذلك الموقع ديالهم وتضربوا طليله وتاخذوا لي ريفيرونس كوم سا حتى لا ديبلاسيتو قولوا لكم راه هاد لارتيكل هذا ها فين كاين. ورجعوا للطويبلات ديالنا، هاد طابل باص الغزاله دايره 995 درهم، فيها الابيض وفيها الكري كما كتشوفوا، فيها جوج مجيرات بالنسبه اللي بغى يقطع فيها شي حاجه ولا يدير فيها مجلات، وكيتماشى معها الا بغيتوا تاخذوا حتى المبل تي في داير 1795، حتى هو كاين في الكري وكاين في البيض كما كتشوفوا، فيهم مجيرات هما في الجناب. هاد لي مبل هادو هكا اللي كيبغيو الخشب، كما عارفين حنايا هاد السيل هذا ديال الخشب اللي كيجي سامبل كيجي فحال هكا ابيغي، هادو ما كيديموداش، يعني ما كيطلعوش في الراس لا هما لا فحال هاد المبل هذا اللي في الابيض، ديري لي 1195. هاد الشكل هذا كيبقى لك، يعني ماشي شارجي، يعني كيجي سامبل غادي يجيك مع اي ديكور دايره في دارك، واي حاجه سامبل ما كتقدامش وكطوال معك، ضرب معك سنين، وغير هو المحافظه كما كنقول ديما
لي مبل ديالكم، سواء من كيتايا سواء من ايكايا سواء من اي بلاصة، حاولوا تحافظوا عليهم، ما تكتروش عليهم الماء، ما تزعزعوهمش بزاف، يعني تكون ديما الحاجة رادين معها البال باش تبقى لكم مدة أطول. بالنسبة لي كانابي اللي كيقلب على لي كانابي كليك لاك، هادو اللي كيتحلو كانابي لي منو جليسة، منو لجا عندك شي حد بغى ينعس كتحلو لي كيولي ناموسية مزيانة مريحة. كاينين هادو ب 2000 درهم 2000 درهم عوض 4000 درهم، فيهم الكري الزرق والخضر كما غتشوفوا، هادو هما اللوينات اللي كاينين فيهم. وعاد كاينين موديلات اخرين ما ناقصينش فيهم بزاف، دايرين بحال هذا 3300 درهم، فيه الزرق، هذا الزرق ديالو، فيه الاحمر، فيه البيج. يعني انا في نظري بالنسبه اللي باغي كانابي يعني ماشي ديال ديما، يعني غير لجا عنده شي حد ولا غير هكا جليسه مره الاحسن تاخذ كانابي هذاك ديال 2000 درهم، راه قاضي غرض ومزيان. مي بالنسبه اللي باغي شي حاجه للدوام وتكون صحيحه، بالاحسن تشوف شي كانابي اللي يكون مزيان، او لا تصاوبو على يديك عند شي طابيسي اللي غيصاوبو لك احسن بكثير. كاين هذا المبل هذا ب 2195 درهم، عوض 3195، كما كتشوفوا فيه مجيرات، فيه بلاكارات. وبالنسبه اللي عنده ليسباس كبير في الصاله وباغي شي موبل اولا شي رونجمون اللي يخشي فيه التلفازه بحال هذا الشكل هذا، ما باغيش يعلقها في الحيط، كاين هذا المبل هذا كيجي ب 2495 درهم. وهذا المبل لقينا داير 1390 درهم، كما كتشوفوا غزال، ونفسهم راه كاينين في السوق بنفس الثمن تقريبا، هادشي لا ما كانش كثر. يعني هذا بان ليا صراحه بون بلون مزيان بالنسبه لي كيقلب على لي موبل. وديما في لي موبل بزاف كتسولوني على لي رونجمون شنو اللي باقي ديسپونبل، واش كلشي ناقصين فيه اولا لا، حاول نصور لكم لي رونجمون اللي باقين في هاد الكتاب وسكوره. شي وحدين كما قلت لكم بحال هذا دابا حيت 900 ديري لي 907 درهم، علاش؟ حيت اكسبوزي بقى الموديل اكسبوزي، يعني هذاك الموديل اللي محطوط تما كتشوفوا فيه هو اللي غادي يدي معاك، ما عندهمش في ستوك، ما عندهمش مؤمبالي، يعني هذا الشيء خاصكم حتى هو تسولوا عليه، قول ليها سيدي هذا المبل هذا واش غادي ندي هذا لي اكسبوزي اللي محطوط هنايا، ولا غتجبد لي واحد جديد من ستوك. لا بلوبار مي كيكونوا ليكيداسيون راه كيعطيك غير هذاك لي اكسبوزي، يعني خاصكم تردوا البال مزيان وتشوفوا واش فيه شي ضريبه ولا لا، يعني هذه ملاحظه ردوا ليها البال. بالنسبه للبيروات سولتوني على البيروات، حاولت نصورهم لكم، كاينين بحال هاد التشكيلات هادو ب 1790 درهم، كاين هذا ب 1690، فيه هكا ثلاثه ربعات المجوره كيجيو صراحه، غادي تقدر تحط فيهم ملفات، تحط فيهم ستيلوات، تحط فيهم اي حاجه بغيتو. كاين هذا ب 1290. بالنسبه للبيروات كنصحكم خذوا بيرو اللي فيه مجوره في الجناب، اولا بحال هذا الشكل هذا اللي كيفيه لي رونجمون من الفوق ومن التحت، بحال هذا ديال 1990 درهم. علاش مزيان تاخذ فيه رونجمون منه؟ فيه غادي يهنيك من انك تشري بيبليوتك فين تحط الكتوبه، يعني عندك بيرو فيه الكتوبه اللي غادي تحتاج، و او ميم طون خدام عليه وديما كيبقى لك الكتوبه قرابين لك، يعني ما غاديش تكون عندك الروينه بزاف. يعني الفلوس اللي غادي تاخذ فيهم بيبليوتيك و بيرو، غادي تاخذ بيرو واحد مزيان فيه رونجمون او ميم طون فيه بلاصه ديال الكتوبه، وهكا كتربح حتى المساحه و كيتقام رخص. بحال هذا فيه لي رونجمون بزاف 1590 درهم، ديري لي كما كتشوفوا، وهذا زايد هنا بلاصه دايرين فيها الساروت بالنسبه للوثائق اللي عندكم مهمه بزاف خايفين عليها، ممكن لكم ديروها تما وتسدوا عليها. هنا دايرين هذا البيرو 1450 درهم، كاين هذا البيض دايرين لي 1490 درهم. لا بلوبار وبالنسبه للبنيتات هذا البيرو هذا زوين 1690. بالنسبه للبيروات بغيت نقول انه الاغلبيه يعني كيمشي الثمن ديالهم ما بين 1200 درهم، 1300، 1400، 2000 وتطالع، يعني هذا كيبقى على حساب البيرو الشكل ديالو، واش فيه لي رونجمون، واش فيه المجوره او لا لا، يعني هادو كاملين معايير. وكما قلت لكم يعني اللي عنده مساحه صغيره يشوف بيرو اللي غادي يجي قد المساحه ديال البيت او البلاصه اللي غيحطوا فيها، ويكون فيه هكا مجيرات، يكون فيه بلاصه فين يحط فيه حتى الكتوبه باش تستغل لو ماكسيموم المساحات. بالنسبه لبيوت النعاس كما كتشوفوا حتى هما فيهم ان لارج شوا،
او لا فيهم بزاف ديال الخيارات بالنسبه اللي بغى يشوف هكا بيوت ناس تكون عندهم واحد الفكره. حاولت نصورهم ليكم، الأسمينة كتختلف راكم عارفين. بالنسبة اللي غادي يقلب على بيت نعاس أو ناموسية اللي غادي يكون فيها المجورة من تحت، اللي غادي يكون فيها بزاف ديال الارانجمون كيكون تمن زايد شوية، اللي غادي يبغيها سامبل كيكون تمن ناقص شوية، وعلى حسب الموديل. في حال هذا دايرين لي 2790 درهم. كاين هاد الشكل هذا اللي بالبيض حتى هو 2790. كاين اللي كيبغي هكا الخشب كلير بيج كلير ديري لي 2490. وبالنسبه للوليدات اللي غادي يبغيو تكون عندهم غير ياخذوا فكره على هاد لي فواطور ولا الطوموبيلات بشحال دايرين ب 3790 درهم، ثمن مرخيش، ولكن كاينين اللي كيبغيو يشريوهم الوليدات وعندهم امكانيات علاش لا. بالنسبه لهاد اللولي داير 3290 درهم، راه فيه جوج، كاين هذاك الفوقاني وكتجر هذاك التحتاني، يعني كيولوا عندك دولي. يعني بالنسبه اللي عندهم جوج وليدات قراب في العمر وعندهم بيت صغير بغاو يديروا ليهم هكا لي سوبر بوزي، بالنسبه ليهم انا حاولت نصورهم لكم باش تكون عندكم فكره. في حال هادو دايرين لهم 4690 درهم كما كتشوفوا. حتى هما كذلك بالنسبه للي سوبر بوزي، من الاحسن خذوا اللي فيهم لي رونجمون انتغري بحال هكا مجيرات او لا لي زيتاجير هكا في الجناب او للوسط، كم كتستغلوا المساحه اكثر. وراكم عارفين دابا هذا دايرين لي 7990، ولكن راه صورت لكم وحدين رخص من هذا الثمن. هذا كما قلت لكم دابا المساحات ولاو صغار، يعني من الاحسن من غادي تاخذوا لي سوبر بوزي شوفوا شي واحد اللي فيه انتغري مجيرات بحال هذا، فيه انتغري واحد البلاكار ميني بلاكار صغير كينفع انكم تحطوا فيه لي كوات مخدات حويجات ديال البرد او لا شي حاجه فحال هكا. نتوما تشوفوا راه غارق، يعني راه فيه اسي دو بلاص لا بغيتو تحطوا فيه شي حاجه، يعني بالنسبه اللي كيقلب على هاد لي موديل. والتالي جه الثمن غالي بحال مثلا هادو دايرين لهم بالحديد كيبقى ب 1995 درهم. بالنسبه للجوج يعني كيجي سامبل بالحديد، وكما كنقول ديما كل واحد يمشي على قد جهده. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو المقبل بهميزات اكثر واحسن. وان شاء الله ما تنساوش تدعمونا باشتراك ولايك، والى الفيديو المقبل باذن الله.